السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. استكمال المراجعة المركزة والفصل الرابع. اليوم بإذن الله الفصل الرابع راح يخلص بهذا المصور. الفصل الرابع من عام 20 كان من ضمن الحذوفات، ولذلك حتى قبل الحذوفات كان الفصل الرابع درجاته أقل الفصول، يعني ممكن يوصل إلى 14 13 15 12 درجة، هالشكل تتراوح درجاته. طيب هاي السنة بحذف 24، حذف جزء كلش مهم اللي هو الرميح، ولذلك نتوقع الدرجات أزيد شيء في 10 درجات. هذا الفصل الرابع. الفصل الرابع عنوانه اسمه التكوين الجنيني. هذا الفصل طلاب حتى مصورينه ومنزلين الحلقات كاملة الخاصة بالفصل الرابع. حتى تضبط هيك فصل نبدي بالفصل الرابع التكوين الجنيني. أنا أتمنى أنه أنت تقرأ هذا الفصل تبدأ قرايتك منه. التكوين الجنيني، عرف التكوين الجنيني. التكوين الجنيني أو النماء الجنيني، عرف التكوين الجنيني. ويعرف التكوين الجنيني أو النماء بأنه عملية تكوين فرد بدءا من خلية واحدة تمثل البيضة المخصبة لحين اكتمال تكوينه ليصبح عديد الخلايا معقد التركيب شبيها بأبويه. واحنا كنا نقول لكم يا ابا شبيها بأبويه يعني كامل الأعضاء. انت اريد قرايتك تبدي الفصل الرابع من هذا التعريف. انت الفكرة انه شنو بيضة مخصبة ايش راح تصير؟ فرد كامل. هاي الفترة الزمنية، هاي فترة التكوين الجنيني ايش قد مدتها؟ حسب الحيوانات، بالإنسان 9 أشهر والدجاج 21 يوم، فيسمونها فترة التكوين الجنيني هذه. خوش، هسه نرجع على بداية الفصل. أول الكلام فراغات، يتضمن التكوين الجنيني عمليات فراغ وفراغ، راح تقول له نمو أو تمايز، تعد من السمات الأساسية للحياة. فهذا على شكل فراغات، يتضمن التكوين الجنيني عمليات فراغ وفراغ، قل النمو والتمايز. عرف النمو هو زيادة الحاصلة في حجم ووزن الخلايا المكونة للكائن الحي. تعريف مهم. هذا ممكن على شكل فراغات، يكون نمو الخلايا بثلاث طرق، منها فراغ وفراغ، فأنت تحفظهن ثلاثة. واحد النمو بطريقة التكاثر الخلوي أو مضاعفة الخلايا، يعني الخلية تصير 2، 2 يصيرون 4، 4 يصيرون 8 وهكذا. 2 النمو الخلالي أو البيني، يعني الخلايا ما راح تزداد بالحجم ولا راح تنقسم هي، وإنما أكو أشياء بين الخلايا هي راح تزيد الوزن والحجم. و3 نمو الخلايا المفردة، هذا يسمونه نوع نادر الحدوث. فهذه الطرق الثلاثة حطينا عليها كم سؤال. فسر العبارة، نمو الخلايا العصبية هو نوع نادر الحدوث. شو أقول له؟ هو نمو الخلايا المفردة هو أنه أن تزداد الخلية في الحجم أضعاف حجمها الأصلي، يعني ما تنقسم وإنما الحجم يزداد. مثال على ذلك هو النمو الحاصل في الخلايا العصبية. فيجيك سؤال، فسر العبارة، نمو الخلايا العصبية هو نوع نادر الحدوث. فايش راح تقول له؟ لأنها تزداد في الحجم أضعاف حجمها الأصلي. يرجع ذلك إلى زيادة حجم السيتوبلازم عن طريق تكوين عضيات جديدة، وكذلك نمو التشجرات في الخلية العصبية الذي يزيد من المساحة السطحية للخلية. نجي على سؤال مثل لما يأتي. هذا السؤال مثل لما يأتي منين جايبينه؟ جايبينه من هاي الطرق الثلاثة. مثل لما يأتي، نمو خلالي أو بيني، ايش راح تقول له؟ النمو الحاصل في الغضروف الزجاجي، غضروف الزجاج اللي بالفصل الثاني اسمه الغضروف الشفاف. نمو نادر الحدوث، ايش راح تقول له؟ نمو الخلايا المفردة كما هو الحال في النمو الحاصل في الخلايا العصبية. أكثر من هذول السؤالين ما أعتقد يجيكم. خلصت، يعني وانت تتخيل هذه بيضة وهذا فرد، تتذكر السؤال الأول قلنا يتضمن التكوين الجنيني عمليات فراغ وفراغ، قلت لنا نمو وتمايز. رحنا على النمو، عرفنا النمو وممكن أن تنمو الخلايا بواحد من هاي الطرق الثلاث وعرفتوها. هسه بعد ما صارت أعداد الخلايا كثيرة راح يصير بالنسبة للخلايا حالة يسمونها تمايز.
التمايز قدرة الخلية على إنجاز وظيفة خاصة إضافة إلى الوظيفة الأساسية العامة. لا بد سامعني بالمحاضرات أنه وظيفة أي خلية هي تنفس طاقة وبناء بروتين. لذلك التمايز الخلوي، عرف التمايز الخلوي، مهم جدا. التمايز يعرف بأنه قدرة الخلايا الجنينية في المراحل المبكرة من التكوين الجنيني أو النماء الجنيني على اكتساب المقدرة الوظيفية. جيب لأمثلة مثال التقلص في الخلايا العضلية والإفراز في الخلايا الغدية. بعد ما وصلنا نمو، بعدين تمايز، وراح تتكون فد أشياء، وبعدين سوف تتشكل الأعضاء. فهنا قبل طاب على الطالب، يابا راح نشرح لكم عمليات التعضي. شنو تعضي؟ يعني تكوين الأعضاء. فهنا هذا أريدكم تحفظوا المستويات بالتسلسل، ولكل مستوى مثال. فتظهر الحيوانات 5 مستويات من التعضي، تترتب بحيث تكون كل منها أكثر تعقيداً من سالفتها، وهي كالآتي. هاي 5 مستويات. لو يجيك السؤال بهذا الشكل، عدد مستويات التعضي في الحيوان حسب درجة التعقيد، يجي من بالتسلسل من البسيط إلى المعقد إلى الراقي، مع ذكر مثال لكل مستوى. يعني عادة يطلب مثال واحد، تشرح تقول له 1 المستوى البروتوبلازمي للتعضي، مثال الطليعيات. 2 مستوى أو المستوى الخلوي للتعضي، مثال مستعمرة الفولفكس، مستعمرة الفولفكس، أوكي؟ هاي من الطحالب الخضر. 3 مستوى النسيج الخلوي للتعضي، يعتقد بعض العلماء أن الإسفنجيات تنتمي إلى هذه المرتبة، وكذلك قناديل البحر واللاسعات. مستوى الأنسجة المتعضية، يبدأ هذا المستوى من التعضي في الديدان المسطحة. ما تقول له ديدان مسطحة، لا، أجيب له يعني فد أعضاء مثل إيش التي تمتلك أعضاء محددة كالخرطوم، والأعضاء التناسلية التي تنتظم مكون أعضاء التكاثر. وأخيرا مستوى الجهاز العضوي موجود في الإنسان، يعني الأعضاء كلها راح ترتبط معا لإداء وظيفة واحدة، مثل الجهاز الهضمي في الإنسان. شوف كم عضو يسوون وظيفة واحدة اسمها الهضم، مثال الدورة الدموية، التنفس، الهضم وغيرها. ويظهر مستوى التعضي قمته في الإنسان الذي يقع في قمة الهرم التطوري للأحياء. فهذا السؤال جاوبنا، أو يجيب لك مثل لما يأتي، أو أعطي مثال واحد لكل مما يأتي. مستوى النسيج الخلوي للتعضي، الخلوي للتعضي، هذه مستعمرة الفولفكس. بس هذا مستوى النسيج الخلوي للتعضي، قناديل البحر أو اللاسعات أو الإسفنجيات. 3 مثال أنا يفضل تحفظ أنه قناديل البحر. مستوى الأنسجة المتعضية، الديدان المسطحة. منو بالديدان المسطحة؟ الخرطوم والأعضاء التناسلية. مستوى البروتوبلازمي للتعضي، راح تقول له الطليعيات، أوكي؟ ننتبه على هذا الخطأ اللي صار. مثل لما يعطي مثال، مستوى النسيج الخلوي، مو المستوى الخلوي، مستوى النسيج الخلوي، راح نقول له مثال قناديل البحر. مستوى النسيج الخلوي، الإسفنجيات 1، كذلك قناديل البحر 2، واللاسعات. خوش، خلصنا من هذا التكوين الجنيني، هذا عرفناه. التحول الشكلي، يعني حسب هذا التعريف انه الجنين يجي للدنيا كامل الاعضاء، ولكن اكو بعض الاجنه، من اقول كامل الاعضاء يعني شبيهه بالابوين، اكو بعض الكائنات، بعض الحيوانات اجنتهم يعني من تجي للدنيا ما تشبه الابوين. لذلك علم الاجنه يلاحق هذه الحيوانات كدراسه حتى بعد عمليه الفقس او الولاده، فيعاني تحولات شكليه لحد ما يصير يشبه الابوين. هاي الفتره اللي يصير بها تحولات شي يسمونه التحول الشكلي. فصار عندك التحول الشكلي بالفصل الاول والتحول الشكلي هنا. فيتضمن تغيرات وتحورات جسميه سريعه يتحول خلالها الحيوان من شكل الى شكل اخر، كما في، جيب لي مثال كلكم تعرفوه، كما في يرقه الضفادع او الدعاميس المذنبه، يعني عندها ذنب، الاكله للنبات، العايشه بالماء، تتحول الى شنو؟
تتحول إلى ضفدع صغير آكل اللحوم في اليابسة، ومثال آخر الحشرات. بعد ما خلصنا مقدمة التكوين الجنيني ندرس تاريخ، هاي التاريخ أنت مطالب بها، يعني آراء ونظريات حول عمليات التكوين الجنيني. خو احنا نعرف اليوم أن الجنين منين إجا؟ إجا من بيضة مخصبة، والبيضة المخصبة منين إجت؟ من اتحاد الخلية الجنسية الذكرية بالخلية الجنسية الأنثوية. قبل ما كانوا يعرفون هذا الحكي، ولذلك طلعت مجموعة من النظريات والفرضيات. يعد الفيلسوف اليوناني أرسطو مؤسس علم الأجنة. ليش؟ لأن هذا وصف التكوين الجنيني للدجاج ودونه، يعني بدأ يكتب عنه وكذا، وذكر أن أجزاء الجنين تتشكل تباعا من مواد البيضة، وقد استند في وصفه هذا على العين المجردة، وبذلك فهو أسس علم الأجن الوصفي، يعني العلم الذي يعتمد على الملاحظة. فلذلك هنا يعتبر مؤسس علم الأجن الوصفي. شو تقول له أرسطو؟ هذه النظرية أنا أشوفها مهمة، نظرية قبل التشكل، التكوين المسبق. هي بالكتاب عندكم نظرية قبل التشكل، بعدين لاحقها قايل لك ترى اسم الثاني إلها التكوين المسبق. هنا النظرية القصة مالتها شو تقول؟ إن الجنين موجود وهو كامل الأعضاء وقد تكون مسبقا، بس اختلفوا إنه هذا الجنين وين يتكون؟ هل بالبيضة تكون؟ لو بالنطفة تكون. فقسم من مؤيدي هاي النظرية قالوا لا متكون بالبيضة، والقسم الآخر وين؟ قالوا متكون بالنطفة. بس اتفقوا اثنيناتهم على أن هذا الجنين اللي يشبه الأبوين وهو صغير جدا أطلق عليها تسمية القزم الجنيني. لذلك من يقول لك عرف نظريات قبل التشكل كله، افترض بعض مؤيدي هذه النظرية وجود جنين مصغر داخل البيضة يدعى قزم جنيني، وإن أجزاءه تكبر عند التنبيه بالسائل المنوي. إذن هنا أصحاب هاي النظرية قالوا يا ترى هذا الجنين مصغر وين موجود؟ بالبيضة. بس هذا الجنين العظام مالته والأجزاء مالته والكذا تكبر بتأثير من السائل المنوي. تعزز موقف هؤلاء العلماء عندما أوضح العالم بونيت اللي راح نقرأ بالوراثة، أكيد انت قاري مربع بونيت، عام كذا قابلية بيوض بعض الحشرات مثل حشرة المن على النمو عذريا دون إخصاب بعملية التكوين العذري. هذول أصحاب هاي النظرة قالوا إحنا الصحيح، بدليل أنه بيوض بعض الحشرات مثل حشرات المن إلها والكيف تكون أجنة. إذن الجنين كان كامل الأعضاء وين؟ في البيضة. بس هو هذا ما كانوا يعرفون أي شيء عن التكاثر العذري، بعدين إحنا عرفنا هذا اسمه تكاثر عذري. القسم الثاني، في حين افترض القسم الآخر من مؤيدي نظرية قبل التشكل أن القزم الجنيني أين يوجد؟ يوجد في رأس النطفة، وقد استندوا في وصفهم لهذا حيث أنهم زعموا أنهم شاهدوا هذا القزم باستعمال مجهر لفنهوك داخل رأس الحيوان المنوي. ما يمكن شايفين الجسيم الطرفي، ممكن شايفين القبعة الرأسية، عبالهم هذا. إذن هنا طلاب نظرية قبل التشكل هاي مهمة. فمن يجيك مع موقع القزم الجنيني شو تقول له؟ في البيضة حسب الادعاء الأول من نظرية قبل التشكل، أو تقول له في النطفة حسب الادعاء الآخر، الادعاء الثاني من نظرية قبل التشكل. نظرية التكوين التراكمي، يعني من النظريات المتكررة هواي بالوزاري. تفترض هذه النظرية أن الجنين يتكون من مادة حبيبية داخل البيضة تعاني تغيرات تدريجية متحولة إلى جنين، وتنسب هذه النظرية إلى شخص اسمه وولف. قانون بير أو قانون فوم بير، فمرات يقول لك قانون بير، بس عرف قانون بير يعني التوين بالفصل الرابع. ايش قال هذا؟ وينص على أن الصفات العامة الأساسية لأجنة الحبليات تظهر خلال فترة التكوين الجنين قبل ظهور الصفات الخاصة. مثلا ظهور الحبل الظهري والظهر الحبلي يعتبر، أو صفة الحبل الظهري تعتبر صفة أساسية عامة، يعني نقول مثلا شعبة الحبليات. ليش نسميها شعبة الحبليات؟ لأن أفراد هذه الشعبة تشترك كلهم في صفة أساسية وعامة شي يسمونها صفة الحبل الظهري. فخلال فترة شعبة الحبليات مثل إيش؟ حبليات مثل مثلا عندك صنف اللبائن من الحبليات، عندك صنف الأسماك من الحبليات، عندك مثلا شعيبة ذيلية الحبل الظهري من الحبليات، رأسية الحبل الظهري من الحبليات. دول كلهم عندهم صفة أساسية وعامة
تظهر خلال فترة التكوين الجنيني قبل ظهور الصفات الخاصة. يعني أنا من أجي أدرس رميح وأجي أدرس الضفدع وأرنب مثلا، فذولا خلال فترة التكوين الجنيني أول ما يظهر عندهم الصفة العامة اللي تربطهم اللي هي شنو؟ صفة الحبل الظهري، وراح تبدي ظهور الصفات الخاصة. مثلا بالطيور يظهر ريش، بالإنسان يظهر شعر وهكذا. ولذلك قانون بيرشي يقول وينص على أن الصفات العامة الأساسية لأجنة الحبليات تظهر قبل الصفات الخاصة المميزة لأفراد تلك المجموعة. فمثلا ظهور صفة الحبل الظهري وهي من الصفات الأساسية العامة في أجنة الحبليات قبل ظهور الصفات الخاصة التي تميز الأنواع التي تنتمي إلى الحبليات مثل ظهور الريش في الطيور. هذا الشكل انتهى شيء اسمه علم الأجنة الوصفي. هسه نروح على علم آخر أو حقبة أخرى من ضمن هذا التاريخ يسمونه علم الأجنة التجريبي، يعني دخلت التجربة بهالمواضيع. فهنا أنا أريدك تهتم بهاي التجربة وإن كانت معلوماتها مو دقيقة أو ناقصة بالكتاب ولكن تحفظها. بماذا تضمنت تجربة العالم روكس أو اشرح النظرية التجريبية في التكوين الجنين؟ تشرح تقول له العالم روكس هو أول من قام بتجربة على بيضة الضفدع في مرحلة التفلج الأول. شنو تفلج أول؟ التفلج الأول يعني هاي البيضة المخصبة هذه حتى تتكاثر لازم تنقسم انقسام خيط اعتيادي. الانقسام الخيط الاعتيادي اللي راح يصير على البيضة المخصبة يسمونه تفلج، من التعريف المرشع لهذا العام. هسه نجي نقرأ. إذن هذا أخذ بيضة الضفدع الناتجة من التفلج الأول، يعني مرحلة كم خلية؟ خليتان أو فلجتان يسمونهم، وذلك بقتل إحدى الفلجتين الناتجتين بإبرة ساخرة جدا. فلاحظ أن الخلية غير أو أن الخلية المقتولة أثرت على عملية التكوين الجنيني للخلية الأخرى، لأن الجنين المتكون كان ناقص التكوين أي غير كامل. اللي هنا تنتهي هاي النظرية، يعني اشرح التجربة خلاص انتهت. عندها دخل علم الأجنة مرحلة علم الأجنة التجريبي، هذا اللي وضحناه قبل شوية، الذي مهد إلى اكتشاف ظاهرة اسمها ظاهرة التحريض الجنيني. هاي التحريض الجنيني تعريف هي لها علاقة بالرمح، والرمح محذوف ولذلك ما نتوقع تجي، ولكن نقرأها. التحريض الجنيني وتعني قابلية نسيج معين إلى التمايز بعد استلام إشارة تحريضية تؤهله إلى التمايز. مثل إيش؟ هسه هنا مثل لما يأتي ظاهرة التحريض الجنيني، مثل التمايز الحاصل في خلايا الأديم الظاهر بعد استلامها الإشارة المحرضة من النسيج الواقع تحتها وتحولها إلى نسيج وتحولها إلى صفيحة عصبية ينشأ منها الجهاز العصبي. إذا قال لك مثل لما يأتي ظاهرة التحريض الجنيني فتحكي له الحاد اللي هنا. بعدين سؤال آخر، وقد اكتشفت ظاهرة التحريض الجنيني من قبل العالمان فراغ وفراغ، تقول سبيمان وهيلدمان كولد، اللذان أجريا تجارب عديدة على أجنة الضفادع. فمثل لما يأتي ظاهرة التحريض الجنيني، هذا الخط الأخضر كله مثل لما يأتي التحريض الجنيني. فراغ وفراغ قام باكتشاف ظاهرة التحريض الجنيني العلماء الاثنين اللي هم سبيمان وهيلدمان كولد. علم الأجنة التجريبي مهد إلى اكتشاف فراغ ظاهرة التحريض الجنيني. خوش، بعدين طبينا على علم الأجنة الجزيئي، يعني إلى علاقة بالمجهر الإلكتروني والتركيب الجزيئي DNA وكذا. في الوقت الحالي يمكن قبول نظرية التكوين المسبق. هو احنا نتذكر أنه التكوين المسبق يقولون الجنين متكون مسبقا، يعني معقولة في الوقت الحالي يقبلون نظرية التكوين المسبق؟ إيه نعم تقبل، ولكن ليس بالمفهوم القديم. بمفهوم جديد. شو المفهوم الجديد؟ تقبل نظرية التكوين المسبق على اعتبار أن جميع المعلومات الخاصة بتشكيل الجنين موجودة سلفا، يعني موجودة مسبقا. وين محمولة؟ محمولة على الحامض النووي والرايبوزي منقوص الأكسجين اللي نسميه احنا DNA. وفي الوقت الحالي يمكن قبول نظرية التكوين التراكمي، وتقبل نظرية التكوين التراكمي على اعتبار أن أعضاء الجنين المختلفة تتكون بطريقة تراكمية وبالتدريج. مرات السؤال دير بالك، في الوقت الحالي يمكن قبول نظرية التكوين المسبق والتراكمي، فأنت عليك أن تكتب هذا الجواب للمسبق وهذا الجواب للتراكم باعتبار إذا أجى سؤال واحد، ولكن إذا تفرقا بهذا الشكل لا كل من جوابه. مفاهيم التكوين الجنيني الأساسية، قبل شوي قلت لك هاي بيضة، بعدين راح يصير فر، فراح نشوف نمو وتمايز. بس هذه الفترة راح نشوف بها مراحل. فهنا دا يسألني
ما هي مراحل التكوين الجنيني الأساسية أو ما هي مفاهيم التكوين الجنيني الأساسي؟ ولتوضيح عملية التكوين الجنيني فقد قسم إلى 6 مراحل، أريدك تحفظهن يعني بهذا الشكل. 1 تكوين الخلايا الجنسية والأخصاب، 2 التفلج، 3 التمعد وتكوين الطبقات الجرثومية، 4 التمايز، 5 التعضي، و6 مرحلة ما بعد الفخذ. هذول الاثنين التفلج والتعضي مرشحات. خوش نطبع عليهم. يعني إذا بدينا نسأل على الخطوة رقم 1، يقول تكوين الخلايا الجنسية والأخصاب هي مرحلة من مراحل التكوين الجنيني وتشمل فراغ وفراغ وفراغ. هذه أنا ما كاتبها، ولكن نشأة المناسل. 2 تكوين المناسل بعد الوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، و3 اتحاد النطفة الخلية الجنسية الذكرية مع البيضة الخلية الجنسية الأنثوية. التفلج كتبنا عليه مرشح كلش مهم، هو سلسلة من الانقسامات الخيطية بين قوسين يعني الاعتيادية المتكرر التي تبدأ بالبيضة المخصبة، حيث تنقسم لتكوين خليتين أي فلجتين ثم 4 فلجات ثم إلى 8 فلجات، وبتكرار الانقسامات تتحول البيضة المخصبة إلى كرة من الخلايا تدعى بالأريمة. تعريفك راح يكون لي هنا، سجل عليه مرشح، واللي يحب يشوف تفاصيل يروح المحاضرات التكوين الجنيني حتى يشوف شلون نشرحها. هاي الأريمة، ملاحظة، الأريمة ممكن تكون جوفاء سمكها خلية واحدة كما هو الحال في أريمة جنين الرمح، وممكن تكون الأريمة على شكل كرة نصف جوفاء. هسه ممكن تكون جوفاء، ممكن تكون نصف جوفاء سمكها عدة خلايا كما في أريمة الضفادع البرمائيات، وتكون الأريمة على شكل قرص جرثومي مستقر على أحد أقطاب البيضة كما هو الحال في الزواحف والطيور. فأنت حل هيك أسئلة يطلعها منا. مثل لما أريمة نصف جوفاء سمك عدة خلايا، تقول له أريمة الضفادع أو البرمائيات، اثنينهم صح. أريمة على شكل قرص جرثومي، أريمة الزواحف والطيور، وأريمة جوفاء سمكة خلية واحدة، أريمة الرمح. التمعد وتكوين الطبقات الجرثومية، هنا شريدك تحفظ. تتكون المعيدة في أجنة اللوفقاريات والحبليات الأولية من طبقتين جرثوميتين، هما فراغ وفراغ، راح تقول له الأديم الظاهر والأديم المتوسط الباطن، هاي تحفظها. أو يجيك سؤال مثل ما معيدة متكونة من طبقتين جرثوميتين، ايش راح تقول له؟ معيدة أجنة اللافقريات والحبليات الأولية. معيدة أجنة اللافقريات والحبليات الأولية. خوش. التعضي سبق وان قلت لكم هذا مرشح. التعضي وهي مرحلة نمو الجنين وانتظام خلايا بشكل أنسجة، والأنسجة على شكل أعضاء، وذلك من خلال حدوث عمليات التمايز العضوي خلال فترة التكوين الجنيني. اسمع هاي، حيث تتميز الطبقات الجرثومية إلى 4 أنواع رئيسية من الأنسجة، وهي الأنسجة الظهارية والضامة والعضلة والعصبية. ويوم للأيام سألتك ما منشأ الأنسجة الحيوانية بمراجعة الفصل الثاني، قلت لك تلقى الجواب الفصل الرابع من الطبقات الجرثومية الثلاث أو من تمايز الطبقات الجرثومية الثلاث. هذا السؤال. فراغ هي مرحلة من مراحل التكوين الجنيني تتميز فيها الطبقات الجرثومية إلى 4 أنواع رئيسية، تقول له مرحلة التعضي. هاي خلصنا. بهذا الشكل وصلنا للرمح. الرمح الحد التشوهات كله حذف 24، لذلك طبينا وين؟ على التشوهات الخلقية في الإنسان. ليش طب على موضوع اسمه التشوهات الخلقية؟ على أساس أنه الجنين يبدأ من بيضة مخصبة وبعدين يجي شنو؟ يجي فرد كامل. هاي الفترة الزمنية راح يستغرقها أثناء فترة التكوين الجنيني شقد؟ 9 أشهر. خلال هاي الفترة إذا كانت الظروف جيدة وملائمة يطلع الجنين بدون تشوهات، ولكن إذا صادف وإن كانت الفترة غير جيدة وتعرض إلى مشوهات وكذا فراح تطلع يعني عيوب خلقية. لذلك هنا التشوهات الخلقية في الإنسان، أول سؤال هذا يجينا على شكل فراغات. هناك عدة عوامل تؤدي إلى أحداث التشوهات الجنينية أثناء فترة التكوين الجنيني، اذكرها. ايش راح تقول له؟ العوامل الوراثية بضمنها شواذ الكروموسومات الجسمية. 2 العوامل البيئية أو الخارجية، وتتضمن عوامل عديدة أهمها تأثير الأشعة. ولكن أنت تتذكر شنو الكروموسومات الجسمية في محاضرات الوراثة،
بالإنسان 46 كروموسوم، 44 من عندهم جسميات. فهنا العوامل الوراثية بضمنها شواذ الكروموسومات الجسمية، مثالها كما هو التشوه الحاصل في متلازمة داون. شنو هاي سببها؟ هاي سببها وجود الخلية لهذا الشخص تحته على 47 كروموسوم. هذا الكروموسوم الزايد سواء تشوهات، تخلف في الدماغ، وتشوه في الوجه، في بصمات الأصابع، في القلب، وهكذا. العوامل البيئية والخارجية أهمها تأثير الإشعاع. فسر العبارة: تنصح الأم الحامل بعدم أخذ العقاقير والأدوية دون استشارة الطبيب، أي لأن هذه تعد العقاقير أحد العوامل المسببة في إحداث تشوهات جنينية عديدة، أهمها تشوهات الجهاز العصبي، لأن الجهاز العصبي يتكون في البدايات، فأي مؤثر سلبي راح يأثر عليه. والجهاز الهيكلي وانشقاق الشفة أو الحنك المشقوق. ملاحظة: تعتبر فترة الأسابيع الأولى فترة حرجة جداً في عملية التكوين الجنيني، لأن الجنين بهذه الفترة راح يكون مرتبط بجدار الرحم للأم عن طريق قرص اسمه السخد أو المشيمة، فمن خلال هذا القرص ممكن أن يصل إلى الجنين كل ما هو جيد أو غير جيد، أوكي؟ فممكن، ولذلك فهو يصاب بالتشوهات في حال تعرضه إلى ما يسبب ذلك، حيث يكون الجنين مرتبطاً بالأم وهو داخل الرحم بواسطة السخد أو المشيمة، التي تعمل على إيصال من المشيمة الغذاء والأكسجين والمواد الأخرى من الأم إلى الجنين، أو ما يصيبها من التهابات أو أمراض قد يصل إلى الجنين. ولذلك الجنين هو مرتبط بالأم عن طريق هذا القرص. الأم صحتها زينة وتأخذ أشياء زينة تنعكس على الجنين، والعكس صحيح. هذا السؤال يعتبر من أسئلة الفصل: اكتب ما تعرفه عن ما يجب على الأم الحامل الابتعاد، الوقاية منه والابتعاد عنه والذي يؤثر على جنينه. واحد، الابتعاد عن التدخين. 2، التقليل من أخذ الكافيين الموجود بالقهوة. ليش؟ لأن الكثرة مالته تسبب الأذى للجنين. 3، تجنب أخذ الأدوية الشعبية والأعشاب وما شابه ذلك دون استشارة الطبيب. 4، الكحول يؤثر في الجنين حيث يسبب له الخلل العصبي والتشوهات الجسمية خصوصا في الوجه، إضافة إلى اضطرابات في السلوك. ويسبب الكحول فراغ، متلازمة الكحول الجنيني التي تظهر في فراغ في المجتمعات الأوروبية، وكأنما صار عندنا هنا فراغ. 5، تجنب إصابة الأم بمرض داء القطط، يسبب طفيلة اسمه المقوسات، لأنه يسبب تشوهات خطرة على الجنين، وذلك من خلال طهي اللحم جيدا وعدم التعرض إلى براز القطط. 6، هذا التعليل أنا شايفه جاي على الأم، تناول حبوب حامض الفوليك، فوليك أسد، أثناء فترة الحمل. الجواب: لأنه يقلل من تشوهات الأنبوب العصبي، وعليها علاج كافة الأمراض كالسكر وارتفاع ضغط الدم والصرع تحت إشراف طبي دقيق. انتهت هذه الوقاية بالنسبة للأم الحامل اللي تبتعد أثناء فترة الحمل. هنا على شكل فراغات، أصبح بالإمكان، وكأنما هذا السؤال جديد، أصبح بالإمكان تشخيص التشوهات الجنينية للجنين قبل الولادة باستخدام فراغ وفراغ مثلا. ايش راح تقول له؟ 1، الفحص بالموجات فوق الصوتية. 2، فحص دم الأم للتحري عن مستويات بروتينية معينة لها علاقة بإحداث تشوهات. 3، فحص الخلايا الجنينية للتأكد من الكروموسومات بأخذ عينة من سائل السلي المحيط بالجنين أو من المشيمة. وبالمناسبة هذا السلي يعني انذكر عندكم بالفصل الثالث السلوي، أوكي؟ وراح ينذكر عندك مراجعة الفصل الخامس بالوراثة. فسوينا 3 نقاط. أصبح الآن تشخيص الأمراض، تشخيص التشوهات الجنينية للجنين قبل الولادة من خلال 1، 2، 3، تحفظين 3. تعطى الأم الحامل عقار خاص قبل فترة محددة من الولادة لعلاج الجنين في حالة عدم اكتمال نضوج الرئة. خاف الجنين مرات يجي يجي بالشهر الثامن، فهنا راح نعطيه علاج يخليه يتعدى هذا الشهر بدون خطورة، لعلاج الجنين في حالة عدم اكتمال نضوج الرئة ومساعدته على القيام بوظيفة التنفس. بعدين طبعاً على موضوع اسمه تعدد المواليد وتكوين التوائم. تعدد المواليد، عرف تعدد المواليد.
تمتلك بعض الثدييات الحقيقية المشيمية، يعني هي الثدييات اللي جنينها يرتبط بجدار الرحم مالتها عن طريق منه؟ عن طريق المشيمة. فهذه تمتلك تكيفات تركيبية تؤهلها للحمل بأكثر من جنين في كل حمل، ويطلق على هذه الظاهرة تعدد الأجنة أو تعدد المواليد، حيث تنطلق من المبيض عدة بيوض وبعد إخصابها تنغرس في جدار الرحم بمسافات منتظمة، فهذا اسمه تعدد المواليد. أخاف تنسأل هذا السؤال، حدد المسؤول عن كل من مايتي أو من المسؤول عن كل من مايتي، تعدد المواليد أو تعدد الأجنة؟ تشرح تقول له هو انطلاق عدة بيوض من المبيض وبعد إخصابها تنغرس في جدار الرحم بمسافات منتظمة. التوائم، طبين على التوائم وكأنما طاب على عنوان شنو اسمه؟ التوائم. طبعا في الإنسان إذا حملت المرأة أكثر من جنين واحد فالحالة تسمى بالتوائم. فالتوائم عندك ثلاث أنواع، التوائم الأخوية والتوائم المتماثلة والتوائم المتعددة. التوائم الأخوية تعريفها كلش مهم، مقارنة بياناتهم مهمة. التوائم الأخوية وتتكون من بيضتين منفصلتين تنطلقان من المبيض في نفس الوقت، وتخصب كل واحدة بحيوان منوي، ولا تظهر التوائم الأخوية تشابه، وقد تكون أجناس متشابهة جميعها ذكور أو جميعها إناث أو تكون مختلفة. رسمة مبسطة، هذا مبيض أنثى الإنسان، هذا مبيض أنثى الإنسان، هذه قناة بيض، هذه قناة بيض، هذا رحم وهذا مهبل. أنثى الإنسان هو عندها مبايض اثنين، هذا المبيض الأيسر راح يطلق خلية بيضة، هذه هنا يطلق خلية البيضة في هذا المكان، المبيض الأيمن مرتاح في 28 يوم. هاي البيضة إذا اجتها حيوانات منوية في يوم 14 تصير جنين، أوكي، تصير بيضة مخصبة وبعدين تروح تنغرس في جدار الرحم فتصبح جنين. أكو بعض النساء هذا المبيض الأيسر مثلا أو المبيض الأيمن، هذا المبيض الأيسر أنطى كم بيضة؟ بيضتين. البيضة الوحدة شنو؟ 22 زائد أكس. فالحيوانات المنوية موجودة هنا، الحيوانات المنوية 22 زائد أكس هذا حيوان منوي، و 22 زائد واي هذا حيوان منوي آخر. إذا هذا الحيوان المنوي وصل لهذه البيضة صير أنثى، إذا هذا الحيوان المنوي وصل لهذه البيضة صير ذكر، لأن 44 أكس أكس أو 44 أكس واي. اللي يصير هنا إذا بيضتين اثنيناتهم 22 أكس، إذا أجتهم نطفتين من نوع أكس فيصيرون بنات اثنين، إذا نطفتين من نوع واي فيصيرون ولد اثنين، إذا بيضة أخذت هاي النطفة وبيضة الثانية أخذت النطفة الثانية فيصيرون ولد وبنية. هاي شي يسمونها التوائم الأخوية. إذن تتكون من بيضتين منفصلتين تنطلقان من المبيض في نفس الوقت، وتخصب كل واحدة بحيوان منوي، يعني كل واحدة يجيها حيوان منوي، ولا تظهر التوائم الأخوية تشابها، يعني ما شفنا اثنين أخوان مثلا يشابهون 100%، هاي يسمونها توائم أخوية. وقد تكون أجناسها متشابهة، ممكن يكونون ولد اثنين، ممكن بنات اثنين، بس ما يشابهون بين قوسين، يعني جميع ذكور أو إناث، أو قد تكون مختلفة، يعني أكو ولد وأكو بنية. أما التوائم المتماثلة هاي غير، يسمونها المتطابقة. وتتكون هذه التوائم من بيضة مخصبة واحدة، يعني هاي البيضة أخصبت، هي إيش قد؟ هي 44 زائد اكس اكس، يعني بنيه هذا راح تصير، او اكس واي راح تصير ولد، فراح تنقسم هالشكل تنقسم هالشكل وتتكرر الانقسامات وتصير بنيه. بالتوائم المتماثله او المتطابقه، وتتكون هذه التوائم من بيضه مخصبه واحده بحيوان من واحد، لو حيوان اكس بنيه لو حيوان واي ولد، وتنقسم هذه البيضه المخصبه الى خليتين. شوف هذا الانقسام، راسا تنشطر هالشكل، هيك تصير. هو ما مفروض ينفصلون، بس دولة خلاص انفصلوا. بعد ما انفصلوا وتواصل كل خلية نموها، كل واحدة من دولة انفصلوا وتواصل انقساماتها حتى شو تكون؟ حتى تكون فرد جديد. فإذا كان أصلهم نطفة 22 اكس فيصيرون بنات اثنين، إذا كان أصلهم نطفة 22 واي فراح يكونون ولد اثنين. خوش. وبعد وتكوين جنين
وتواصل كل خلية نمو وتكوين جنين كامل، تتشابه التوائم المتطابقة بدرجة كبيرة في الشكل والجنس، يعني لو تكون ذكور لو إناث، ما عندنا ولد وبنية. هذه المقارنة كلش مرشحة، قارن بين التوائم الأخوية والتوائم المتماثلة أو المتطابقة. طبعا هاي تتكون من بيضتين مخصبتين، كل واحدة تخصب بحيوان منوي، وهي تتكون من بيضة مخصبة واحدة. لا تظهر تشابه في الشكل، لأنها تظهر تشابه في الشكل. قد تكون الأجناس متشابهة ومختلفة، لا الأجناس متشابهة لو ذكور لو إناث. توائم السيامية، هذا نوع من أنواع التوائم المتماثلة. قبل شوية قلت لكم يعني هذه البيضة المخصبة راح تنفصل، شلون تنفصل؟ هاي القطعة تروح الجانب وهاي القطعة تروح الجانب، ولكن ما ينفصلون بنسبة 100%. فتبدي هاي تفلجات تكون فرد وهاي تفلجات تكون فرد، لو ولد اثنين لو بنات اثنين، بس لاحظ انه مرتبطين بنقطة. هاي بعد ما يجي للدنيا، هاي نقطة الارتباط، لو تكون منطقة القحف، لو تكون منطقة الصدر، لو تكون منطقة العجز. مثل هيك توائم يجون للدنيا متلازقين، شي يسمونها التوائم السيامية. وتعني التوائم الملتحمة التي تتكون نتيجة انفصال البيضة المخصبة بشكل غير تام، وتلتحم في منطقة العجز أو القحف أو الصدر، ومن أمثلتها التوائم الطفيلية. شنو التوائم الطفيلية؟ والله هي توائم ملتحمة أي سيامية، يكون إحداها صغير ومتطفل على التوأم الآخر الكبير، يعني يجون اثنين للدنيا، واحد ضخم واحد صغير، يعني هذا الضخم يكون هو يعني هو بعد مبتلي به، إنه يتحرك وياه هو شايله، يعني يسمونه توائم طفيلية. هسه أنواع التوائم، توائم أخوية وتوائم متماثلة ومتطابقة والتوائم المتعددة. هاي التوائم المتعددة يعني تمثل ظاهرة نادرة الحدوث في الإنسان، فقد تلد بعض النساء 3 أو 4، يعني حالات نادرة هذه. طيب حيث أن كل بيضة مخصبة تكون جنين كامل، وتحدث هذه الحالة إيش وقت؟ تحدث بالنسبة للنساء اللاتي يخضعن لبرامج أو لبرنامج يخضعن للمعالجة الطبية بالهرمونات لتنشيط المبايض، وكذلك بالنسبة للنساء اللاتي يخضعن لبرنامج طفل الأنابيب. يعني هيك نساء اللي يجيبون أكثر من 2، 3 أو 4 هم حالتين، لو خلال هاي الفترة جاي يأخذون هرمونات تنشط المبايض، فبلا ما يطلع المبيض بيضة واحدة يروح يطلع له فد 3. أو بالنسبة للنساء اللاتي يخضعن لبرنامج طفل الأنابيب، المباعدة بين الولادة، هذا أيضا يجينا على شكل سؤال، علل. تحتاج الأم إلى ما لا يقل 2 بين كل عملية حمل وحمل آخر، أو ولادة وولادة أخرى. يعني ليش لازم الأم تترك مجال 2، يلا بعدين تسوي طفل مثلا؟ يعني تكتب له هاي القصة، بغية إعطاء فرصة للجسم لكي يتعافى من آثار الحمل واستجماع القوة والطاقة قبل الحمل مرة أخرى، وكأنما تسوي نقاط بكيفك. 2، المباعدة بين الولادات تمنح الطفل فرصة رعاية جسمية وعقلية كاملة، وفرصة للأم للمحافظة على صحتها. 3، وجد أن الأطفال الذين يولدون بفاصل زمني يقل عن 2 بين الواحد والآخر لا يحققون في الغالب التطور الجسمي والعقلي، بل إن ذلك قد يتسبب في ولادة أطفال غير مكتملين أوزانهم، يعني عند الولادة يكونون أقل من 2.5 كيلو غرام، وربما يكونون حاملين عيوب خلقية. 4، تشير الدراسات أن 3 وفيات الأطفال في العالم ناتجة من الحمل المتتابع، يعني لو سوين هيك نقاط 4 يكون حفظاً أسهل. طبينا على عنوان اسمه الخلايا الجذعية، طبعاً موضوع كلش مهم. هي خلايا غير متخصصة، أوكي، موجودة بجسمه وموجودة بجسمك، إذن هي خلايا غير متخصصة، ولكن تمتلك القدرة على الانقسام والتجدد وإنتاج خلايا متخصصة جديدة تستطيع إصلاح وتعويض خلايا الجسم التالف. هذا التعريف الريدة من عندك. سؤال، ما هي مصادر الحصول على الخلايا الجذعية؟ 3 مصادر: المراحل المبكرة من التكوين الجنيني، 2 دم الحبل السري والمشيمة، و3 نخاع العظم. أنواع الخلايا الجذعية: 1، الخلايا الجذعية الجنينية. يجيك هذا السؤال، ما مميزات الخلايا الجذعية الجنينية؟ سويها نقاط. 1، هي نوع أساسي من أنواع الخلايا الجذعية. 2،
هي تمتلك قابلية انقسامية غير محدودة. ثلاثة، تكون ذات قدرة عالية على التخصص لأنواع من الخلايا، فهي تستطيع إصلاح واستبدال الخلايا التالفة عند زراعتها في العضو المصاب. أربعة، يمكن الحصول عليه من المراحل الجنينية المبكرة بعد الإخصاب. خمسة، هي تعد مصدراً مهماً للعديد من الإنجازات الطبية. أوكي، بسبب صفاتها تلك. فإذا سألت هذا السؤال اكتب لها هاي النقاط، كلش مهم. الخلايا الجذعية البالغة، هم يجيك سؤال ما هي مميزات الخلايا الجذعية البالغة؟ شو راح تقول له؟ واحد، هي بالكتاب مسوي لك اختلافات ويا الجنينية أربع نقاط، أنت سويهن ستة. واحد، توجد هذه الخلايا مع الخلايا المتخصصة في الجسم. اثنين، تتضمن وظيفتها استبدال وتعويض الخلايا المتضررة أو الميتة في الجسم، لكنها تختلف عن الخلايا الجذعية الجنينية ب. واحد، طبعا تسويهن بعد مميزات. ثلاثة، وجودها بكمية قليلة مما يؤدي إلى صعوبة عزلها. أربعة، يقل عددها مع تقدم العمر. خمسة، قد تكون غير سليمة. ستة، ليس لها نفس قدرة الخلايا الجذعية الجنينية في الانقسام والتخصص. فلذلك من يجيك هيك سؤال، بماذا تختلف الخلايا الجذعية البالغة عن الجنينية؟ اكتب له ألف باء جيم أربع نقاط. ولكن من يقول لك ما مميزات الخلايا الجذعية البالغة، اكتب له الأربعة زائد ذولا الاثنين. خلايا الحبل السري الجذعية، هذا بها تعليل واحد دائما يجب الوزاري. اولا، هي تؤخذ هذه الخلايا من دم الحبل السري، لان بين من اسمها، وتصنف كنوع اخر من الخلايا الجذعيه البالغه. هذا يجيك تعليل سؤال، تصنف كنوع اخر من الخلايا الجذعيه البالغه، هي من خلايا الحبل السري. انت ايش راح تقول له جواب؟ جواب، لانها تتشابه معها في كثير من التركيب والوظيفه، اضافه الى قابليتها على مقاومه ظروف التجميد في ماده النيتروجين السائل وتحت درجه حراره 196 درجه سليلزيه تحت الصفر. هذا السؤال سجلناه مرشح، وانا كاتب الجواب، فاقرا ودرخه واكتب عليه مرشح. اكتب ما تعرفه عن استخدامات الخلايا الجذعية، اعتقد مرة واحدة جاي ولذلك نشوفها مو كلش مهم. علم تقنية النانو يعني عليك ان تباوع له، مو كلش مهم. الاستنساخ في الحيوان، عندنا ثلاث اسئلة بالاستنساخ في الحيوان. اولا، لعملية الاستنساخ اهمية اقتصادية. جواب، حيث يمكن من خلالها انتاج افراد من خلايا جسدية. يعني بهاي الطريقة راح ننتج افراد من خلايا جسدية. خلي ببالك جسمنا نوعين من الخلايا، خلايا جسدية وخلايا جنسية. الخلايا الجنسية يعني نطفة وبيض، خلايا جسدية يعني من خلايا جسدية نكون أفراد. إيه نعم، هو هيك، حيث يمكن من خلالها إنتاج أفراد من خلايا جسدية أي جسمية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في عام 1997 استطاع العالمان فراغ أنه استطاع أو استطاع العالم فراغ تقول له آيان والموت أنه استطاع استنساخ نعجة وأسماها فراغ، تقول له دلي، من خلايا جسدية مأخوذة من نعجة بالغة، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استنساخ حيوان فقري. صار عندنا سؤالين، هسه السؤال الثالث. طبعا هي فكرة الاستنساخ، يعني إذا تقرأ بالكتاب، يعني هم الفكرة أنه أخذوا خلية جسدية من نعجة، مواصفاتها جيدة ولونها كلش توب ووجهها أبيض، واخذوا بويضة من نعجة ثانية مواصفاتها مو تمام والوجه مالتها أسود. بعدين سووا البيضة اللي أخذوها من النعجة الثانية مواصفاتها مو زينة، فرغوها من النواة، وبعدين شنو جينا لحمناها ويا الخلية الجسدية ماخذينها من النعجة الزينة. بواسطة نبضة كهربائية رقم واحد أدت إلى اندماجها، ونبضة كهربائية ثانية حفزتها على الانقسام والتكوين الجنيني. بعدين لزمنا هذا الجنين وراء أيام، وين دخلناه؟ في رحم نعجة ثالثة هم مواصفاتها مو زينة. بعد مدة حمل 5 أشهر شفنا الفرد اللي إجا نعجة دولي اللي إجت مواصفاتها بالضبط تشبه النعجة اللي أخذنا من عندها الخلية الجسدية. أوكي؟ لأن إحنا أخذنا خلية جسدية معناتها بيها نواة، النواة تشبيها كروموسومات، الكروموسومات تشبيه دي إن إيه، والدي إن إيه بكل الصفات. فهنا عندنا سؤال، طبعا صاروا 4 أسئلة. يتم تعريض الخلايا بعملية الاستنساخ إلى نبضتين كهربائيتين. تشير إلى النبضة الكهربائية الأولى أدت إلى اندماجهم، هاي هسه القصة اللي حكيتها سريع، والنبضة الكهربائية الثانية أدت إلى تحفيزها على عملية التكوين الجنيني. السؤال الرابع والأخير يجيك بصيغتين،
لو يقول لك علل التشابه التام بين النعجة الدولي والنعجة التي أخذت منها الخلية الجسدية، أو يقول لك نوع خلايا النعجة الدولي مشتقة من نفس نواة الخلية الجسدية. طيب كل الحالتين إيش راح تقول له؟ لأن نوع خلايا النعجة الدولي مشتقة والناتجة من نفس نواة الخلية المعطية، هذا ما أكده تحليل الحامض النووي الـ DNA منقوص الأكسجين. الموضوع الختامي كان بهذا الفصل هو تقانات في علاج العقم، يعني هواي يشوف ناس هاي كله ده نتكلم من التشوهات لحد الآن كل جاء نتكلم على الإنسان. تلقى اثنين متزوجين صار لهم 10 سنوات 12 سنة 15 سنة ما يصير عندهم أطفال، فأنا يقول تقانات في علاج العقم، استطاع العلم في حل كثير من حالات العقم. التقنية الأولى واحد الإخصاب الصناعي، التقنية الثانية تجميد الأجنة، تقنية وهكذا 4 تقنيات. الإخصاب الصناعي ويعني عملية نقل الحيوانات المنوية بعد تنقيتها وترتيزها في المختبر ونقلها إلى البويضات. سؤال هذا أشوفه مهم هذا السؤال، هذا أكتب ما تعرفه عن الحالات التي تستخدم فيها تقنية الإخصاب الصناعي. شوف النقطة الأولى أسباب تتعلق بالزوجة، النقطة الثانية أسباب تتعلق بالزوج، النقطة الثالثة والرابعة أسباب مشتركة. يعني النقطة الأولى وجود أسباب تتعلق في عملية التبويض، هاي للزوجة، أو قناتي البيض أو بطانة الرحم في الأنثى. شوف هنا وجود أسباب تتعلق بالجهاز التناسلي الذكري تؤدي إلى قلة نسبة الحيوانات المنوية مما يؤدي إلى حدوث خلل في عملية إخصاب البويضة، كما تشير الدراسات إلى أن تناول الكحول والتدخين عوامل غير جيدة بالنسبة لهذا العمل. 3 وجود خلل هرموني في عملية إنتاج البيوض والحيوانات المنوية. أكيد تتذكر الهرمونات اللي راح تصدر من مكان معين اللي اسمها FSH والLH لها أكو خلل هرموني. 4 أسباب مكتسبة نتيجة التعرض إلى حوادث معينة أو إجراء جراحات معينة أو استعمال بعض العقاقير أو التعرض إلى الإشعاع. إذن هذا السؤال كان مهم، اكتب ما تعرفه عن الحالات التي تستخدم فيها تقنية الإخصاب الصناعي. الإخصاب الصناعي يكون بنوعين فراغ وفراغ، الإخصاب الصناعي داخل الجسم، الإخصاب الصناعي خارج الجسم أو أطفال الأنابيب. ناشنه داخل الجسم يأخذون الحيوانات المنوية يحطونها في محقنة طبية ويدخلونها في داخل الجهاز التناسلي الأنثوي للزوجة، ويفضل يكون هذا الإجراء أثناء عمليات التبويض، يعني اليوم 14 من أحداث الدورة الحيضية، فيسمونه الإخصاب الصناعي داخل الجسم. إذا فشلت هاي القصة نروح على الإخصاب الصناعي خارج الجسم أو ما يسمى بأطفال الأنابيب. فكرة أطفال الأنابيب أنه تأخذ البويضة من الزوجة وتأخذ الحيوانات المنوية من الزوج ويتم إخصابهم وين؟ بالمختبر، فراح تتكون مجموعة من الأجنة، هاي الأجنة بعد أيام يتم إرجاعها إلى داخل رحم الزوجة. هي هاي فكرة أطفال الأنابيب. تعالوا نشوف الأسئلة. في تقنية أطفال الأنابيب تنقل 3 أجنة إلى جسم المرأة بواسطة أنبوبة خاصة، طبعا هي راح تتكون في 10 أجنة 20 جنين 5 أجنة. ناس يقولون يعني تنقل 3 أجنة ليش ما ننقل واحد؟ الجواب لضمان حدوث الحمل مع إعطاء الأم العقاقير المساعدة على تثبيت الأجنة في الرحم. صار عندك نوعين من الإخصاب، الإخصاب الصناعي خارج الجسم والإخصاب الصناعي داخل الجسم، أيهما أفضل؟ فالسؤال تكون نتائج الإخصاب خارج الجسم أكثر نجاح من الإخصاب الصناعي، تكون نتائج الإخصاب خارج الجسم أكثر نجاح من الإخصاب داخل الجسم. يعني أطفال الأنابيب بين قوسين أكثر نجاح من الإخصاب داخل الجسم. الجواب لأنه يتم اختيار أفضل الأجنة، يعني هنا راح تتكون 10 أجنة، بس هاي 10 أجنة مو كلها من الدرجة الأولى، أكو درجة ثانية أكو درجة ثالثة، فإحنا راح نختار شنو أفضل الأجنة وبعد حتى ننقلها إلى الرحم. وكذلك تعطي احتمال كبير للحمل في المرة الواحدة، وذلك من خلال نقل أكثر من جنين إلى داخل الرحم، في حين الإخصاب داخل الجسم كل اللي سويناه جبنا الحيوانات المنوية وقربنا المسافة وين؟ إلى البويضة. هسه ممكن تتخصب ممكن ما تتخصب، هذا بحث آخر، ولكن هاي الطريقة لا، احنا سوينا الأجنة وبعدين الأجنة راح نرجعها للرحم، بس تبقت إنه تنغرز أو ما تنغرز، فمنه أكثر نجاح؟ فهنا السؤال تكون نتائج الإخصاب خارج الجسم أكثر نجاح من الإخصاب داخل الجسم الصناعي، فعرفنا الأسباب.
سؤال: ما هي الفحوصات التي تجري على الزوجين قبل البدء بعملية أطفال الأنابيب؟ والله عندك مجموعة من الفحوصات: واحد تحليل أو فحص الدم، اثنين فحص قناتي فالوب والرحم، وفحص الحيوانات المنوية. طيب أكو عوامل تؤدي إلى فشل فكرة أطفال أنابيب؟ طبعاً واحد نوعية الحيوانات المنوية والبويضة وسلامتهم، اثنين كبر عمر المرأة، لأن البويضات الأكبر عمراً أقل قابلية للتخصيب. سؤال: كثيراً ما يرغب الزوجان بتجميد الأجنة، يعني واحد يعني سوى هذا المشروع وطلعت 11 أجنة ورجعوا له ثلاثة، نجحت من هاي الثلاثة اثنين صاروا عنده توم، بس شنو بقوا سبعة، هاي السبعة شو يقولوا له؟ جمدهم. فهنا السؤال يقول: كثير ما يرغب الزوجان بتجميد الأجنة في تقنية الإخصاب الخارجة أو أطفال الأنابيب، ليش دائماً هو يحب يجمدهم؟ والله لأنه أخاف تفشل العملية مالته هاي في فترة الحمل، يقدر يعيد من آخر خطوة، أو إذا صار عندهم طفل ورا سنتين يقدر يرجع هاي الأجنة من آخر خطوة. فلأن برنامج الإخصاب عن طريق أطفال الأنابيب مكلف اقتصادي ويحتاج إلى استعداد نفسي وصحي. طبعا هاي أريدك تحفظها، هذه المادة التي تستخدم في تجميد الأجنة مادة النيتروجين السائل تحت درجة 170 درجة سليلزية تحت الصفر، هاي تحفظها مادة النيتروجين السائل والدرجة هم محفظها. هذا السؤال يكتب عليه مرشح، أنا شايفه يتكرر هواي. شوف هسه صارت عندنا الإخصاب الصناعي تجميد الأجنة، هسه تجميد البويضة، وبعدين تجميد الحيوانات المنوية، هاي التقنيات الأربعة. سؤال: تكون نسبة نجاح تجميد البويضة أقل من نسبة نجاح تجميد الأجنة، علل. جواب: لأن التجميد قد يؤثر على كروموسومات البويضة، بس هيك اكتب له تاخذ الدرجة الكاملة. هاي طبعا ما لك شغل بيها، تساعد هذه التقنية. خلي تولي. عندك سؤال هسه طبعاً على تجميد الحيوانات المنوية. تستخدم تقنية تجميد الحيوانات المنوية للحالات الآتية. أول سؤال: ما هي الحالات أو ما هي الاستفادة من برنامج تجميد الحيوانات المنوية؟ يعني متى تستخدم تقنية تجميد الحيوانات المنوية؟ واحد تستخدم بالنسبة للرجال الذين يعانون من أمراض السرطان ويحتاجون للعلاج الكيميائي، يعني شخص مصاب بأمراض السرطان يقول له قبل تأخذ العلاج الكيميائي روح جمد الحيوانات المنوية وخلال فترة المرض مالتك سوى أطفال عن طريق أطفال أنابيب. اثنين بالنسبة للرجال أو لأمراض الخصية والمعرضة لاستئصالها، يعني الطبيب يقول له يا أبا هذه الخصية يعني خلال سنة لازم تنشال، فبهاي الفترة جمد الحيوانات المنوية وبعدين أدي هاي العملية. وكذلك تستخدم بالنسبة للرجال المعرضون إلى تناقص في الحيوانات المنوية لديهم باستمرار. السؤال الختامي ضمن هذا الفصل: متى تستخدم تقنية التجميد بالنيتروجين السائل بدرجة حرارة 170 درجة سليلزية تحت الصفر؟ وين استخدمناها؟ واحد في تجميد الأجنة، اثنين في تجميد البويضة، ثلاثة في تجميد الحيوانات المنوية. بهذا الشكل طبينا على الأسئلة الوزارية، يعني هاي الأسئلة الوزارية، وبالمناسبة هذا الفصل يعني كان آخر مرة درسناه للطلاب 20، ولذلك كانت آخر سنة وزارية هي 19. فهي كل الأسئلة، وبعدين هم بها حذوفات، يعني شوف ها كاتب حذف 24 24، أسئلة مكررة تضبط المراجعة المركزة وتضبط هاي الأسئلة، يعني انت هاي العشر درجات مال هذا الفصل كلها بجيبك، يعني راح تشوف كل الأسئلة اللي حكيناها هي مكررة إلى أن وصلنا إلى الفصل الخامس الوراثة. إذن بهذا الشكل طلاب خلصنا وياكم الفصل الرابع كمراجعة مركزة، إن شاء الله راح تناولون بهذا الفصل الدرجات الكاملة بعد ما تحلون كل هاي الأسئلة الموجودة في نهاية كل فصل. أوكي، بالتوفيق لكم، وإن شاء الله ملتقانا بتكملة الوراثة. مع السلامة.